بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما عودناكم طبعا بمنتجاتنا الجميلة الرائعة في عالم الصحة والجمال، جبت لكم حاجة جميلة جدا ورائعة وغنية عن تعرفها، وهي الديرما رول. تمام، حابب اعمل لكم ريفيو عنها النهاردة واشرح لكم طريقة استخدامها. هي طبعا بتكون شكل الكرتونة من الخارج بتكون بالشكل ده، بتكون شكل الديرما من الداخل بنفس الشكل اللي على الكرتونة من الخارج. تعالوا نشوف شكل الديرما بالداخل بيكون شكلها ايه. طبعا بتيجي من الداخل في علبة بلاستيكية، شكلها جميل عشان تقدر تحافظ عليها او تقدر تحافظ عليها، سهلة الفتح زي ما انتم شايفينها بالشكل ده. كمان شايفين شكل الديرما بيكون بالشكل الذهبي الجميل الرائع ده. هي الديرما رول. اللي هتساعدك على التخلص من الجذور والهالات السوداء الموجودة داخل البشرة. طبعا زي ما انتم شايفينها بالشكل ده بتكون فيها ابر صغيرة جدا، دي بتساعد على تفتيح المسام. تقدر تمشيها على المكان او على البشرة بطريقة دائرية سهلة جدا، بتساعد على تنظيف الوجه من الهالات السوداء. تمام، زي ما انتم شايفين شكل الديرما بتكون بالشكل ده، الشكل الجميل الرائع ده. ولو انتوا حابين تستفسروا عن اي شيء عن الديرما رول سيبوا لنا تعليق اسفل الفيديو واحنا بنرد على حضراتكم. تمام، وبيوجد شحن لدينا لجميع المحافظات داخل وخارج مصر، وما تنسوش طبعا تدعمونا بلايك وسبسكرايب للقناة عشان يوصل لكم كل ما هو جديد في عالم الصحة والجمال. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.